حاليا في غلطه ما غلطتش غلطه ما غلطتش حسيت غلطت معايا حاليا هز بطاقه تعريف بتاعي تقلب منظر مش راح دارك هزيك بطاقه تعريف روح اجري اجري لي يا بابا اجري لي يا بابا راه الحاكم العقلك بصمت خزر لي بابا قال لي يا نورمال حاكم يلعب اللي يحب يا بابا فهمني يا بابا فهمني راه الحاكم الحاكم غلطت في اسمك يا لا قال لي يا اخي انا باش نعرف اسمي غير من الحاكم قلت له يا بابا قال لي اسمعني انت اسكت اسكت واسمعني انا راه اسمي علي انا جيت برجع اصحابي يتربجوا بيا يعيطوا لي علاله نورمال شنو علاله علاش يا بابا اش بيك عمرك ما قلت لي اللي راه اسمك علي معناها انا اسمي ليلى بن علي الترابلسي بابا يا بابا يا بابا يا بابا ملا سهريه يا بابا نحي يدك بركة نحي كل ليلة هكرم كل ليلة هكرم كل ليلة رم شبيك تعس ما تكلمتش انا كل ليلة وانتم تعس عليا وتنسسوا عليا شفتوني عاملين ما تكلمتش انا كل ليلة وانتم دف 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 يا ربي يا ربي زي جاتي يا ربي يا ربي يا ربي شيطان يا ربي معايا يا ربي يا ربي معايا يا ربي يا ربي راني مصباح ولا وداك الفيزا كيفاش تحل الهوا ذا وينو التيست وينو التيست يا ربي يا خوتي علاش عاملينو هكا صعيب عليهم تيست 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 شنو هي ذيكا؟ انزع انزعي كان شفت شكاره نتاع مقرونه راهي انزعي مش مشكل انزع غطاء اختبار الحمل وضع الجزء المكشوف منه تحت البول ليمتص هذا الاخير شو يعمل ليمتص هذا؟ كيفاش توا ذا يا ربي؟ كيفاش توا؟ مش يلزمو يمتص ولا لا؟ يا ربي شنو عمل انت؟ يمتص يمتص يا ربي معايا يا ربي راهو تيست راهو تيست يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي شنو هي؟ ترقب 3 دقائق ثم اقرا النتيجه يا ربي 3 دقائق انا منين باش نجيبهم يا ربي يا ربي علاش هكا يا ربي يا ربي ارزقني يا ربي يا ربي صغير يونسني يفرهدني نضحك معاه نلعب معاه نقريه نوريه نربيه نكبره يا ربي معايا يا ربي يا شنو هي ذيك ايجابي حمل ظهور خطين يا ربي سلبي عدم الحمل ظهور خط واحد يا ربي يا ربي خطان يا ربي يا ربي حتى خطان متوازيان لا يلتقيان مش مشكل المهم خطان يا ربي وين نخطط له ونربيه ونقريه ونوريه ويا ربي يا ربي يا ربي استنى خطان كي نستنى خطان زعما يمشيش بالريزو زي ترتا يا ربي يا ربي يا ربي ادعيوا معايا يا ربي يا ربي معايا يسوع امان يسوع كلم اصحابك كمان شوف يسوع يسوع كلم اصحابك جماعه يسوع الكل امان حطوا لي اقرا حطوا لي الانسان حطوا لي المجد حطوا لي الحضره المهم ادعيوا معايا يا ربي يا ربي يا ربي صغير يا ربي يا ربي اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه
اسمك يا حليل؟ يا سيد العون حراس البوليس تاع ديوان الشرطه بردوا سايبهم يكملوا السهريه راهم خطام مانيش عليك انت عندك زوز نجوم في بالي في بالي علينا يا ربي اني حامل بالحمل وزوز خطان يحيى هنا الانسان بالحمل وزوز خطان يحيى يا مدام بس ياسة يا ربي ما صدق الربي جاي هو اسم الله على ولدي يا اي بالوقت الاحساس بالأمومة بالوقت يا ربي ظهري والله من الصباح من اللي قمت وانا حاستها هكا الشيء ندرى كيفاه يا ربي اسم الله على ولدي وش يوصلني الغادي يا ربي يا ربي ما تضحكوش النساء الكل يعرفوا الحكاية هذه باهي يا ربي اسم الله على ولدي والله العزيز والله من غير ما تحلفوني من اللي قمت الصباح وانا هكا ندرى كيفاش الشيء هكا طالع هابط طالع هكا نتشهى ولا كيفاه جاي على بالي هذاك كلام هاكا مكعبر هو كي يبدا يتزلبط هكا من داخل ومشوك هكا من برا تي الفاضل يذكروا بالخير كان ما يرقد الا ما يزرت منه حارتين ولا ثلاث والله لا سي الفاضل ما احلاه هكا الراجل ربي يذكروا بالخير بالله العزيز كان جاي لهنا راني انا نتشهى وهو يجي راجل فاضل سي الفاضل ربي يذكره بالخير ولد عائلة ما يعرف كان القدر حط فم تلقى فم سي الفاضل الله يذكره بالخير ياسر كان معايشني في القدر صباح الخير سي الفاضل نهارك دقلة وحليبة لليلة تجيب معاك باكيت سي الفاضل اتحدد لي يا كسورية لليلة حاضر سي الفاضل قل لي سي الفاضل شنو شاهي على العشاء تعملنا هرقمة ولا عقد لليلة حاضر سي الفاضل يموت راو سي الفاضل على الهرقمة ولا عقد نطيب لك يا اخي انا فيش قاعدة نعمل الراجل نطيب له اللي يحب ياسر فينو سي الفاضل راهو فينو ولد عائلة تعرف وقت اللي يبدا هكا يتشهى وسختوك يبدا ياكل هكا كيفاش نقول لكم كيفاش يبدا الشاي هكا محلاسي الفاضل وهكا الشاي هرق بطاطا يعطيك الصحة يا ليلى يعطيك الصحة صحة وبشفاه سي الفاضل نعرفها راي انا ماكلتي بنينة وزيد زيادة وقت اللي هكا نبدا عاملة جو وعاملة كيف ونغني في الكوجينة ونبدا نطيب لك لا ما تحتش سي الفاضل ما تحتش نحبك هكا ترم وتتغذى وتهز صحتك سي الفاضل صحة شنيا تبقى على خير علاش تبقى على خير سي الفاضل مازال بكري يا اخي من توا علاش يا سي الفاضل راك كل ليله وانت من 6:30 تمشي ترقد علاش كنت راك ترم في الهرقمه سي الفاضل عليه مازال بكري راه عليها تبقى على خير شنو حاجتيش بحاجه لا ما حاشي بشيء انا سي الفاضل شنو بجاه ربي شنو باش يكون حاشي انا مثلا قبل ما نرقد باش شنو باش يكون حاجتي انا بعد ما رميت انت الهرقمه والعقد باش يكون حاجتي قتلتني يا سي الفاضل راك قتلتني بالقدر راك قتلتني راك يا سي الفاضل بالقدر تعرف
تعرف يا سلفاضل رو 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 العنكبوت استوطن واستفحل يا سلفاضل راه راك شليتني 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 جلطتني راك راك شفتها شفتها البنية التحتية مشيت البنية التحتية ما عادش تخدم راهي كلها إعاقة ها ها كلها إعاقة يا سلفاضل علاش علاش تعمل فيا هكا بالقدر اش عملت لك يا اش عملت لك شوف منهم مرة والله العزيز ورحمة علالة لاني بالعاني داخلة هكا على غفلة البيت البانو انا حليت الباب يا ربي فيش تعمل الله الله يا سي الفاضل الله 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 تتفرج في فيلم ثقافي بالسرقة يا سي الفاضل ها ومخليني انا قاعدة وحدي ها تقولي نرقد من 6:30 تاع العشية معيش بالقدر مش قلت لي نكره الثقافي انا ها وما نتفرجش فيه علاش مخليني وحدي علاش ما تقارنينيش ما تورينيش ما تعلمنيش ها ما هو نحط الثقافي متاعي على الثقافي متاعك ونعملوا هكا نظريات ثقافية جديدة ها شبيني انا شنو اللي ناقصني ها المؤهلات الكل عندي شبيني نتعلم فيه ساعة انا راني هذا من